ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي سالم اليامي. مساء الخير سيد سامي. سالم أهلا وسهلا أخي الكريم، مساء الخير. التآمر القطري على مملكة البحرين الذي كشفه الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء القطري السابق والمدعو علي سلمان يثبت بشكل قاطع تناغم الأهداف القطري ومشروع ولاية الفقيه من أجل زعزعة استقرار دول المنطقة، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، محييك أخي الكريم وحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني لعلهم من المؤسف والمؤسف جدا ومن المؤلم حقيقة أن تضاف يعني هذه الكشف الجديد إلى ما سبقها من كشوف حقيقة كلها كانت تؤكد مجموعة من العناصر، تؤكد أن المنطقة أمام عدو اسمه الجانب الإيراني يسعى إلى زعزعة المنطقة، إلى تخريبها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ويعني الكشوفات التي بدأت تتبدى لنا حقيقة كمجتمعات خليجية، كباحثين، كنخب سياسية واجتماعية، هو أن هناك دورا حقيقة موازيا للدور الإيراني، ولكن هذه المرة بقيادة الشقيق الدوحة، وأن هذا الدور ليس وليد اللحظة. يعني وكشفت منه الاتصالات، كشفت منه التمويل، كشف منه الاحتضان، كشف منه الدعم والتأييد، كشف منه الاختراقات التي حققتها الدوحة من خلال انضمامها إلى كثير من المعطيات. هذه أدوار جديدة حقيقة يعني تصب في مصب واحد، وإن تعددت مشاربها الإيرانية والقطرية، ولكن هدفها هو زعزعة أمن واستقرار الخليج، جلب الأذى لهذه الدول، لهذه المجتمعات المستقرة، تهديدها في أمنها، تهديدها في قياداتها، تهديدها في بنيتها السياسية والاجتماعية. هذه قراءة مؤلمة وقراءة حقيقة تجعل المراقب حقيقة وتجعل يعني صناع السياسة في المنطقة يتخذون القرارات الحازمة والقرارات التي تؤمن مجتمعات بلدانهم وتؤمن سلامة هذه المجتمعات وبقائها، ويعني تزيل عنها كل شك أيا كان مصدره. إذا كان مصدره العدو الإيراني الذي لا نشك في عداوته فهذا عدو بين، ولكن أيضا الشقيق الذي يعني يظهر مسوح الأشقاء ولكنه يتصرف تصرفات الأعداء، أيضا يجب أن يكون هناك روادع، يجب أن يكون هناك تحركات، يجب أن يكون هناك إيقاف لمساراته السلبية التي تهدد أمن ومستقبل المجتمعات. نعم سيد سالم، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب شهدت المنطقة تراجعا في معدلات العنف وتحقيق الانتصارات في اليمن والعراق، يعني بما لا يدع مجالا للشك تأثر حجم التمويل والتآمر القطري بعد الإجراءات الحازمة، كيف تقرأ ذلك؟ يعني في الحقيقة أن هذا مرشح للزيادة في المستقبل لسبب بسيط جدا، وهو أن أحد الأذرع حقيقة التي كانت أذرع غير واضحة للجميع، كان هناك أحداث توتر، كان هناك دعم للعنف والإرهاب في محيط المنطقة، ولم يكن الجميع حقيقة بدراية، ولم يكن لدى الناس التفكير خاصة يعني المجتمعات التفكير بأنه ربما يكون من هذا المصدر. ولكن مع تكشف هذا المصدر حقيقة ولعله مع التضييق عليه أكثر عبر مجموعة من الآليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعبر تأهيل نظام الدوحة طبعا في المرحلة المتقدمة بإقراره العودة عن كل هذه المسارات، عن كل هذه السياسات السلبية، سنكون أمام مشهد مختلف، أمام مشهد جديد هو مشهد الاستقرار في المنطقة، سواء كان في اليمن أو في العراق أو حتى في الأحداث التي تحدث في أماكن بعيدة. ونحن استمعنا إلى التقرير الذي جاء اليوم من أسبانيا، وأكد أن هناك عنفا يتنامى بسبب التمويل، والتمويل الذي لم يكن يأتي من الفضاء أو يأتي من مكان مجهول، كان يأتي من الدوحة. كل هذه الأعمال في تقديري ستجد طريقها إلى الاضمحلال إذا تم توقيف الدوحة، سواء توقفت يعني باختيارها وطوعيتها أو أوقفت بآليات أخرى وآليات يعني تجبرها على ترك هذه المسارات. نعم، من الرياض سالم اليامي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.